النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل شنو يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش جماعة أنصار السنة، تنظيم حزب نازل الانتخابات ديل بالذات نازل الانتخابات كل ما انزلوا بيجوا الطيش. ولا انا كذاب؟ حضرت تقول لي انا كمان كذاب؟ انا كنت معاك جوا تكذبني انا كمان؟ كل ما انزلوا بيجوا الطيش. في النهايه قال والله يا اخي نحن لابد ان نفض الشراكه مع المطار الوطني لانه دائما بيخطنا في النهايه. انت ما صدق في النهايه؟ هو ما خدتك اصلي انت ورا ناس الكنبه الورا ناس مرض يا ناس اشتغلوا توحيد يا اخي. شنو انتخابات نازل؟ انت ما قدر السياسه ذاته، انت ما بتفهم حاجه من السياسه. اول واحد بقوه وشالوه، هسه انا بتكلم فيه لانه شالوه بقى برا، اسمه محمد عبد الكريم الهد، الله يهد حيله. اول ما بقوه وزير السياحه كان والاثار. اها موضوعك شنو انت؟ قال لا مانع ان ازور القباب والاضرحه مع السياح. يا ود انت ما قلتوا هنا التوحيد هسه؟ ليه بقى هناك شغل اعانه على الشرك واعانه على عباده غير الله وإعانة على الكفر وعبادة القباب والأضرحة وتقديس الشيوخ؟ القباب والأضرحة فيها شنو؟ ماذا في القباب والأضرحة؟ عبادة لغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دي أوثان، كما روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني القبر ولو كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرضنا انه عبد من دون الله القبر يسمى شنو؟ وثن. النبي قال كده، يجي الليله ناس يعبدوا قبه البرعي والمكاشفي، وفي قبه في الهلاليه باننا اربع طوابق الشيخ تحت فوق في شنو الله اعلم، اربع طوابق، وفي قبه في الكباشي طابقين وعندها بلكونه، اظن الشيخ يمشي يتنشف في البلكونه، عندها بلكونه طابقين. ده بتاع انصار السنه قال لا امانع في زياره القبب، والله الذي لا اله غيره. جاء الليله تكذب يا اخي على الطلبه عشان جايب لك ساون كبير وتصرخ وتكورك، نحن عارفين الشغله دي مدتك قصيره وانت زادك نفسك ما طويل، لو نفسك طويل ما كان استعجلت مشي السياسه، كان دعيت للتوحيد. دي دعوه الرسل يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا جل وعلا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دي الدعوة دايرين ربنا يحيينا عليها ويثبتنا عليها ويموتنا عليها ونقابل الله عليها، ما دايرين والله سياسة. ورب السماء لو الآن أدونا كرسي السلطة وقال لي يا فلان او يا علان تبقى رئيس السودان بل رئيس الوطن العربي بل رئيس الارض كلها، ما دايرنا، دايرنا الناس توحد ربنا سبحانه وتعالى. اما شغل بتاع السياسه والاولاد الشهود ديل يجي كوركو عشان بعد الانتخابات، احنا كنا بننزل معاهم في الانتخابات لما كنا مع انصار السنه، كان بيلبسونا برنيطه طاقيه مكتوب فيها الاصلاح من 81 ل 120، اصلاحنا تمام دائما قدام، اصلاحنا متين بصون الدين، الاستيم تفاح، الاصلاح عشان ترتاح، ولا ارتحنا ولا ريحونا معاهم يا ناس، ده كله هاس ودجل يا اخي. فك الحجبات، هجدع على الفكي الصوفي في وشه، عرفت كلامي؟ اوعك تمشي القبه، اوعك لو درت عرس تمشي لابوك الشيخ تاع الطريقه الصوفيه تقول له افتح لي الكتاب وارقد لي بالخيره، كله باطل. تاني احنا دايرينه من الناس، ثاني ما داري منك اي حاجه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انت بس الدايرين بعد عملت ده، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. جماعتك سالت عنهم كلهم باروا الموجه دي، كلهم شت، ما هو اللي اديتك واحد هتقول لي والثاني شت عشان ما نحن هو الثاني، كلهم افتح الغوص دخلوا كله جوا، مش انصار سنه؟ مش انصار سنه؟ جوا معاهم طوالي فلان جوا كشه كشه دخلوا جوا كلهم جوا، عرفته؟ كلهم معاهم النازل، عرفته؟ وبعدين نزلوا نسوان في الانتخابات ما شفتهم؟ بلقيس احمد تجاني نزلوا في الانتخابات؟ بالله عليك الذي ما خيبك
من انصار السنه، نزلوه في الانتخابات يا اخي. وداك بتاع مصنع الطحنيه برضه نزل، بتاع الحصيصه بتاع الزيت اي كلهم نزلوا. يعني ما نقدر نجيب اسمائهم لانه الطلبه ما بيعرفوهم، الطلبه هذول دايرين دين، عرفتها؟ والتحذير من هؤلاء دين، لكن الطلبه دايرين اشياء اهم وهي ذكر التوحيد والعقيده، فما تجيبهم ثاني، تلك امه قد خلت. الموضوع ده انتهى بدري.